لم يعد الحديث عن تنمية شمال سيناء بشكل حقيقي مجرد أمنيات أو شعارات، فعشرات المشروعات التنموية الكبرى تقام حاليا على أرض الفيروز. مدينة سلام مصر، أو كما يطلق عليها المدينة المليونية، أحد هذه المشروعات التنموية والإسكانية الكبرى في شمال سيناء، والتي يخطط لها أن تصبح نواة لعاصمة شمال سيناء الاقتصادية. مراسل قناة النيل الأخبار محمد العارف زار المشروع وأعد لنا هذا التقرير، نتابع. ما يحدث في شمال سيناء من تنمية تتم على أرض الواقع حاليا مخطط يؤكد أن هذا الهدف الذي تأخر كثيرا لم يبعد عن أعين وإرادة القيادة السياسية ولو للحظة واحدة. فالتنمية بمعناها الشامل والمستدام تنفذ وبسرعة في شمال سيناء لا تخل بالجودة في جميع المجالات الصحية والتعليمية والرياضية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الإسكانية. مدينة سلام مصر التي تعد العاصمة الاقتصادية لشمال سيناء، تعمل الدولة حاليا على الانتهاء من تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة شاملة الخدمات كافة. المشروع عندنا اسمه المدينة المليونية، مشروع سلام مصر، عبارة عن 217 عمارة. العمارة بتتكون من أربع أدوار ودور أرضي، خمس أدوار كله. الدور بيتكون من أربع شقق. عندنا المشروع كله كامل بيتكون من 217 عمارة. كل عمارة فيها عشرين وحدة، يعني حوالي 4340 وحدة. كل وحدة بتتكون من ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ. الوحدة على الدور كامل أربع شقق على مساحة 360 متر. المدينة المليونية إحدى المشاريع الإسكانية التي تشملها مدينة سلام مصر، وتضم أكثر من 4000 وحدة شاملة الخدمات من ملاعب ومدارس ودور عبادة وأسواق تجارية. المدينة كلها مدينة متكاملة فيها كل حاجة يحتاجها، موفرين هنا كل حاجة يحتاجها الساكن، من مسجد لكنيسة لاسم المدرسة لأماكن ترفيهية لمدينة أولمبية لملاعب حمامات سباحة، كل ده موجود عندنا في المدينة. وخلاص يعني المشروع ماشيين فيه بنسابق الزمن بأزمنة قياسية إن شاء الله بإذن الله، في أقرب وقت هيكون المشروع جاهز بإذن الله. العاملون بمشاريع مدينة سلام مصر أعربوا عن ارتياحهم لوجود فرص عمل متوفرة لهم بشمال سيناء، مؤكدين أن الأوضاع آمنة ويعملون ويتنقلون بأمان وبكل أريحية هناك. كم المشروعات اللي بتتعمل دلوقتي واقفه جنبنا القوات المسلحه، اي حاجه بنحتاجها بتسهل بتذلنا كل الصعوبات الممكنه عشان نقدر نعمل كم المشروعات دي. الانفاق وشارع التفريعه والاسماعيليه الجديده ومدينه شارع بورسعيد وبير العبد برضو مدينه جديده بتتبني، بالاضافه لكم العماله اللي بتيجي تشتغل سواء من شمال سيناء او من بره شمال سيناء، المحافظات كلها. يعني زمان كان الواحد بيسمع شمال سيناء ايه اللي هيوديني هناك، دلوقتي لا، الناس كلها بتيجي من كل المحافظات عشان تيجي تشتغل وتاكل عيش هنا، وبقى سهل الموضوع، الواحد بيجي من اي محافظه لشمال سيناء عشان يشتغل عادي، مشكله. وتعتمد الدوله في انشاء مدينه سلام مصر على بعض المرتكزات، ومنها تحفيزات للاقامه وحوافز اقتصاديه واجتماعيه للمواطنين، إلى جانب إنشاء مدارس وجامعات، هذا فضلا عن إنشاء مطار دولي وميناء تجاري على البحر المتوسط، إضافة إلى تنفيذ منطقة بطابع عمراني عالمي لجذب السكان وتحويل عاصمة المحافظة لمنطقة حرة تتمتع بقوانين اقتصادية تعمل على توفير بيئة مناسبة للأعمال ودعم تأهيل المجتمع المحلي. تنمية شمال سيناء حلم بدأ يتحول إلى حقيقة على أرض الواقع، ليس فقط بربطها بباقي محافظات الجمهورية من خلال مجموعة الأنفاق الضخمة، وإنما بإقامة العديد من المشاريع الإسكانية والتنموية وضم ميناء العريش إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. من مدينة سلام مصر في محافظة شمال سيناء، محمد العارف، النيل.